السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم درس التغذية والصحة، لا نوتريسيون اي لا سونتي، ضمن الوحدة الثانية من كتاب المتعلم والمتعلمة، فضاء النشاط العلمي، المستوى السادس ابتدائي. إذن الأهداف ديال هذا الدرس هو أنني نتعرف بعض أمراض سوء التغذية، وكذلك أنني نحدد إجراءات لحفظ الطعام. إذن من خلال الأنشطة ديال صفحتين 29 و30 غادي نحاول نحقق هذا الهدفان المقترحان. إذن كما تلاحظون لدينا صورة ونص الانطلاق دائما في أتسائل وأفترض. إذن قالت إيتو لأمها بعد رجوعها من المدرسة: إن طبيب الصحة المدرسية طلب من حمو الذي يعاني دائما من التعب والشحوب وتتريت التي تعاني من السمنة أن يراجعاه في المستوصف بعد إجراء التحليلات. إذن هنا واحد البنت مسمية إيتو من بعد من الرجوع ديالها من المدرسة قالت لأمها أن الطبيب ديال الصحة المدرسية طلب من حمو، يعني صديقها في المدرسة الذي يعاني دائما من التعب والشحوب، وكذلك من تيتريت، هي بنت صديقة إيتو في المدرسة التي تعاني من السمنة، طلب منهما أن يراجعاه في المستوصف بعد إجراء التحليل، أنهم يجوا عنده للمستوصف من بعد ما يجريوا التحليل. لماذا؟ لأن حمو كيعاني من التعب والشحوب وتيتريت كتعاني من السمنة. إذا في نظركم شنو هو سؤال التقصي اللي غادي يجي لي مع هذه الوضعية، وكذلك مع هذه الصورة المعبرة لبنت لا تريد الأكل؟ إذا سؤال التقصي الذي يمكن اقتراحه أو الذي يتناسب مع الوضعية هو: ما هي بعض أمراض سوء التغذية؟ ما هي بعض أمراض سوء التغذية؟ ما هي الأمراض التي يمكن أن نصل إليها وذلك بسوء التغذية؟ إذا السؤال هو: ما هي بعض أمراض سوء التغذية؟ بالنسبة للفرضيات، نقترح جميع الفرضيات التي هي تعتبر جواب لسؤال التقصي. إذا الفرضية التي اقترحتها أن سوء التغذية تؤدي بجسم الإنسان إلى أمراض عديدة كالسمنة والسكري وإلى غير ذلك، وكذلك التعب والشحوب والإرهاق. إذا هذه الفرضيات انطلاقا من الوضعية المقترحة في أتساءل وأفترض. إذا سوء التغذية يؤدي بجسم الإنسان إلى أمراض عديدة كالسمنة والسكري. إذا سأختبر فرضياتي من خلال أنشطة أختبر فرضياتي، أختبر فرضياتي. إذا لاحظوا، أولا أحلل الوثائق، ثم أعطي لكل وثيقة اسم المرض الذي تمثله، إما الأنيميا، السكري، والسمنة. إذا عندي ثلاثة ديال الصور، أي ثلاثة ديال الوثائق، كل وثيقة يجب أن أربطها بمرض معين. إذا هنا نلاحظ أن رجل يقيس وسع بطنه، وذلك لمعرفة هل يعاني من مرض معين أم لا. إذا تعتبر من المشاكل الغذائية المنتشرة حاليا، وتنتج عن ترسب متزايد الشحوم في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة في الوزن وانسداد في شرايين القلب والمخ. إذا في نظركم شنو هذا المرض هذايا؟ إذا نرى واضح هو السمنة. إذا السمنة، السمنة، إذن هذا هو مرض السمنة، هو اللي فيه تزايد الشحوم في الجسم اللي كيؤدي إلى زيادة في الوزن وانسداد في شرايين القلب والمخ. مروا إلى الوثيقة رقم 2. إذن يحدث كثيرا بسبب زيادة الوزن والسمنة المفرطة، وقد يصيب الأطفال أيضا بسبب العادات الغذائية الخاطئة تنتج عنه كثرة التبول وعلامات أخرى. إذن هذا راه واضح اللي كيسبب زيادة في الوزن والسمنة المفرطة، ويمكن له يصيب حتى الأطفال، هو مرض السكري. مفهوم؟ السكري، مفهوم؟ نمر إلى الوثيقة رقم 3. ينتج عن انخفاض الإيموغلوبين ونقص عدد الكريات الحمراء، فيه نقص ديال عدد الكريات الحمراء في الدم نتيجة عدم كفاية عنصر الحديد وفيتامين B12 والسي، فيتامين سي والنحاس، ويترتب عنه شحوب لون الوجه وضعف النمو والتعب وصعوبة التنفس. إذا هذا هو مرض الأنيميا، مرض الأنيميا. الأنيميا هو الذي ينتج عن انخفاض الهيموغلوبين ونقص عدد الكريات الحمراء نتيجة عدم كفاية عنصر الحديد وفيتامين B12 والسي والنحاس، لكي ترتب عنه شحوب لون الوجه وضعف النمو والتعب وصعوبة التنفس. الآن سلينا الصفحة 29، غادي نمروا الصفحة 30. إذا الصفحة 30 هي هذه، نبدأ بالنشاط رقم 2.
تبين الوثائق التالية تحاليل مخبرية لشخصين أحدهما مريض بالسكري والآخر بالأنيميا. إذن هاد الوثائق هما تحاليل مخبرية لشخصين، واحد مريض بالسكر السكري والآخر مريض بالأنيميا. إذن عندي وثيقتين، وثيقة رقم 4 وثيقة رقم 5. وثيقة رقم 4، لاحظوا تحاليل طبية نسبة السكر في الدم قبل تناول الفطور، شخص مريض وشخص سالم. لاحظ إذن هنايا نسبة السكر في الدم قبل تناول الفطور، شخص مريض فيه 2.96 غرام بار لتر، بالنسبة لشخص سليم هذه النسبة ستكون كتراوح من 0.75 غرام بار لتر إلى 1.1 غرام بار لتر. نمروا الوثيقة رقم 5، عندنا تحاليل طبية عدد الكريات الحمراء والهيموغلوبين. عندنا شخص مريض خصو يكون عنده عدد الكريات الحمراء هي 2.8، شخص سليم خصو يكون محصورة ما بين 4.1 و 6. بالنسبة للهيموغلوبين بالنسبة لشخص مريض 10.5 غرام، وبالنسبة لشخص سليم ستكون محصورة ما بين 13 غرام إلى 17 غرام. مفهوم؟ إذن ألاحظ الوثيقتين 4 و 5 وأحللهما وأجيب. سؤال ألف، أذكروا اسم المرض بالوثيقة 4 واسم المرض بالوثيقة 5. إذن اسم المرض بالوثيقة رقم 4، إذن الوثيقة رقم 4 توضح نسبة السكر في الدم بالنسبة لشخص مريض وبالنسبة لشخص سليم. إذن المرض راه واضح، هو السكري. إذن المرض بالوثيقة 4 هو السكري، والمرض بالوثيقة رقم 5 هو الأنيميا المتعلق بعدد الكريات الحمراء وكذلك الهيموغلوبين. تكاغ. سؤال ب، أبين أسباب كل من مرض السكري والأنيميا والسمنة. إذن غادي نبين شنو هي الأسباب اللي كتؤدي إلى المرض بالسكري والأسباب التي تؤدي إلى الأنيميا والسمنة. فدم بين الأسباب التي تؤدي إلى السكري عندنا السمنة وعندنا العادات الغذائية الخاطئة. بين العادات الغذائية الخاطئة أنني نأكل أي وقت، ما ننظمش الوجبات ديالي. مفهوم؟ أسباب مرض الأنيميا عندنا عدم كفاية عنصر الحديد في الدم، نقص فيتامين B12 والسي. إذا تعرفنا في صفحة 29 أن أسباب مرض الأنيميا هو عدم كفاية عنصر الحديد في الدم وكذلك نقص حاد في فيتامين B12 والسي والنحاس. الآن أسباب مرض السمنة، عندنا ترسب متزايد للشحوم في الجسم، هذا هو السبب الأصلي لمرض السمنة، كيوقع واحد الترسب متزايد للشحوم في الجسم. جيم، أقدم بعض النصائح للحد من سوء التغذية. ما هي النصائح التي يمكنني تقديمها لكي نحد من ماذا؟ من سوء التغذية. إذن نصائح للحد من سوء التغذية، نذكر التغذية المتوازنة، الرياضة المنتظمة، وتجنب العادات الخاطئة في الأكل إلى غير ذلك. مفهوم؟ هذه هي النصائح اللي غادي تحد من سوء التغذية: التغذية المتوازنة، الرياضة المنتظمة، وتجنب العادات الخاطئة. نمر إلى النشاط رقم 3، أحلل هذه المعطيات ثم أنجز. بمناسبة اليوم العالمي للغذاء 16 أكتوبر من كل سنة، هو اليوم العالمي للغذاء، ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يهدرون سنويا 250 كيلوغرام من الطعام للفرد الواحد، وأن هناك أزيد من 815 مليون شخص يموتون جوعا في العالم. مزيد. ألف، أفسر ما هو إهدار الطعام. إذا راه واضحة، إهدار الطعام يعني هو ضياع الطعام أو لا هدر الطعام. ب، أحسب كم أهدر من الطعام يوميا. أحسب كم أهدر من الطعام يوميا، إذا عندي 250 كيلوغرام في السنة، والسنة فيها 365 يوم، إذا يكفي أن أنجز العلاقة 250 كيلوغرام اللي هي النسبة التي تهدر في العام على 365، هو عدد الأيام في العام، كتجي 0.68 كيلوغرام بار جور. مفهوم؟ للفردي الواحد. جيم، أحسب كم تهدر أسرتي من الطعام يوميا. جيم، تهدر أسرتي يوميا من الطعام، إذا نحن 7 أفراد، 0.68 للفرد الواحد غادي نضربها في ماذا؟ في 7، لأننا 7 ديال الأفراد. إذا 4.76 كيلوغرام بار جور هي نسبة هدر الطعام لأسرتي. سؤال دال، أذكر بعض أضرار إهدار الطعام. شنا هي الأضرار اللي كترتب عن إهدار الطعام؟ إذن من بينها التلوث والفقر ونقص المياه. إذن كيؤدي هذا إهدار الطعام إلى التلوث وإلى الفقر وإلى نقص المياه. ها، وحدد بعض الإجراءات لحفظ الطعام من التلف. شنا هما الإجراءات اللي يمكن لي نتابع باش نحفظ الطعام من التلف؟ إذن أولا التبريد، ثانيا التجفيف، ثالثا التجميد،
ورابعا التعليم. نمر الآن إلى الملخص. إذا استخلاص أمراض سوء التغذية كالسكري والأنيميا والسمنة هي أمراض تنتج عن الاستهلاك غير الكافي أو الزائد أو غير المتوازن من المواد الغذائية الأساسية. إذا هي إما استهلاك بكثرة أو غير كافية أو غير متوازن من المواد الغذائية. للحد من أمراض سوء التغذية يجب اختيار نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة. خصني يكون عندي غذاء أو نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة. لتجنب إهدار الطعام يجب المحافظة عليه من التلف بالتجميد أو التبريد أو التعليب أو التجفيف إلى غير ذلك. مفهوم؟ الآن نمر إلى أطبق الموجود بعد الملخص. السؤال الأول: تظهر الصور ثلاثة أنواع من الغداء. إذن عندي هنا 6 7 8. عندي سؤال أول: أبين الغذاء المتوازن مع التبرير. فين هو الغذاء المتوازن؟ واش 6 ولا 7 ولا 8 ولا شي جوج أغذية متوازنة إلى غير ذلك. إذا الغذاء المتوازن عندنا 6 هو غذاء متوازن لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية. هو 6 هنايا تلاحظوا اللاحم إلى غير ذلك. إذا كيحتوي على جميع العناصر الغذائية بحال السكريات الدهنيات البروتيدات الأملاح المعدنية والفيتامينات. وكذلك حتى الغذاء 8 هو غذاء متوازن. لماذا؟ لأنه يحتوي على البيض، يحتوي على البيض فيه بروتيدات، والخضار لأنها تحتوي على أملاح معدنية وفيتامينات، وكذلك على الخبز لأنها تحتوي على السكريات. سؤال موالي: أبين الغذاء الذي يمكن أن يؤدي لمرض السمنة. إذن فين هو الغذاء اللي يمكن لي يؤدي بي إلى مرض السمنة؟ هو الغذاء ديال الصورة رقم 7، هو الغذاء الذي يمكن أن يؤدي إلى السمنة لأنه يحتوي على الدهنيات والسكريات بكثرة. إذا هاد الساندويتشات كيؤديو بالشخص اللي كياكلها بكثرة إلى السمنة لأنه هذا الغذاء يحتوي على الدهنيات والسكريات بكثرة. كيسيون 2: جو سيت 3 مالادي دو ا لا مال نوتريسيون. يعني غادي نذكر 3 ديال الأمراض اللي ممكن نوصلها بسبب نقص التغذية أو سوء التغذية. إذا نذكر لوبيزيتي اللي هي السمنة، لو ديابيت اللي هو السكري، وكذلك الأنيمي اللي هي الأنيميا أو لا فقر الدم، هي فقر الدم. إذا وبهذا غادي نكون كملت الدرس ديالي ديال اليوم اللي كيخص التغذية والصحة، لا نوتريسيون اي لا سونتي. أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم الفيديوهات اللي كنقدم في القناة. كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.